كل اللي صار يصير في البيسان الطبرية المزارع في البنيان هسا والله خلاص وقفت كبرت وخلص ارتحت. اللي فوتوا اشتغلوا برا اولاد من جوا تعاملوا معامل كويس بس اللي خرب الدنيا المستوطنين اكثر جديد اجوا المستوطنين والله قبل ما كان هالقد كثير هسه تبعين تل ابيب تبعين بيسان بيختلف عن الصوره هاي في سعاده ولحد البيوت هاي كانوا يهدوها كثير يعني من 30 سنه و 40 سنه بس جديد زادت كثير زادت يعني الاسرائيليين بيقولوا كانه انتم غلطانين وبتبنوا بشكل غير قانوني وكل هذا الحكي انا رحت عليهم ولا هم اجوا علي على زمان الاردن احنا هون واحنا عندنا حلال يعني بقر وغنم عن ابونا اخذنا وعن جدنا وبعدنا متمسكين فيها المستوطن هون بيجي بيجيبوه بهيلوا مي بهيلوا كهرباء بهيلوا مراعي هو مسموح له يعيش وانا انا ممنوع علي ما بدي اروح لا اعمل مشاكل ولا اكل حرام ولا اسرق ولا اكيم ولا احط انا بدي اعيش في امان انا واولادي وجيراني واخوتي وكل الناس يعني مش بس انا لحالي اعيش كل الناس نعيش في سلام شو سلام بالنسبه حكم عدل صح اذا انا غلطان حاكمني واذا هذا غلطان يتحاكم هذا بدي في شيء بحياتك غرم كل هاي الصعوبات والاحتلال والحكم العسكري بيعطيك امل يعني بيعطيك امل للمستقبل يعني ما فيش عندي امل بالمره مل فيش عندي امل استنينا كثير ما فيش امل